السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم معايا في فيديو جديد ان شاء الله. في الفيديو بتاع النهاردة هناخد ليسون 4 من كونسبت 2. انا شغالة زي ما انتم عارفين من كتاب المعاصر، فهناخد صفحة 90. بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، لو عجبتكم قناتي وعجبكم شرحي، ياريت تعملوا سبسكرايب للقناة واعملوا لايك لفيديوهاتي عشان كل اصحابكم يشوفوها ويستفيدوا. ويلا بينا نبتدي. هنا بيقول لنا you have learned that food web is a model show many different feeding relationship among living organisms. احنا اخدنا في الليسون اللي فات ان الفود ويب دي عبارة عن food chains كتير مع بعضها، وبتبين لنا different feeding relationship اللي هي يعني الحاجات المختلفة، طرق الاكل المختلفة بتاعة الكائنات الحية. You will design a model. هنعمل بقى، بصوا دلوقتي كده، موديل يورينا ازاي بتتعمل الفود ويب. هو هنا جايب لنا رابت، جايب لنا سنيك، جايب لنا ماوس، جايب لنا جرين بلانت، وجايب لنا ايجل، تمام كده. وبيقول لنا شوف بقى ايه، اعملوا بقى كايه، مين هياكل ايه ومين هنبدا بيه وكده. فاحنا هنعمل ايه دلوقتي؟ احنا دلوقتي هنبدا بالبلانت. البلانت ده بيعمل فوتوسينثيسيس بروسيس، وبياخد ضوء الشمس اللايت انرجي، يحوله الكيميكال انرجي، وينتج الانرجي بتاعته، وينتج جلوكوز وشوكر. بيجي الرابت ياكل الجرين بلانت، يبقى الرابت ياكل الجرين بلانت. يجي الايجل ياكل الرابت، في نفس الوقت الماوس برضو بياكل الجرين بلانت، والسنيك بياكل الماوس، والايجل بياكل السنيك، والسنيك بياكل الرابت. فالشكل ده كله من التداخل. فاكرين لما قلنا ان الفود تشين دي انتر كونكتد من الفود تشين، قلنا سوري الفود ويب دي انتر كونكتد من الفود تشين. هو ده اللي انا كان قصدي عليه. قلتلكوا الليسون اللي جاي هنوضح الموضوع ده اكتر. يعني شايفين الانرجي بتروح من كائن لكائن لكائن لكائن، والشكل بقى عامل شبه الشبكة الكبيرة. البلانت الرابت والماوس بينفع هما الاثنين ياكلوا، وفي نفس الوقت السنيك ينفع ياكل الرابت وينفع ياكل الماوس. الايجل بياكل السنيك وياكل الرابت، وعلى فكرة ممكن ياكل الماوس برضو. فالموضوع عامل شبكة كبيرة جدا جدا من انتقال الطاقة. هو ده الفود ويب. عشان كده الفود ويب اكبر بكتير من الفود تشين. هو هنا بيقول لنا الفود ويب is a model that describe energy flow، اهو سريان الطاقة، and feeding interaction between living organism in the ecosystem. الانرجي فلو والفيدنج interaction ما بين الليفنج organism. If an organism in an ecosystem disappear, the food web in the ecosystem will be affected because some organisms lose their food source. لو في organism اختفى هيحصل خلل شوية في الفود ويب. ازاي؟ يعني نفترض مثلا ان هنخفي مثلا الايجل، الايجل ما بقاش موجود، ايه اللي هيحصل؟ هيبقى في طرف مش موجود. ده مش هيخلي الفود ويب زي ما هي، لا اكيد الفود ويب هتتأثر، تمام. هي مش هتتأثر التأثير الكبير، لان كده كده السنيك هياكل الرابت وهياكل الماوس، بس هتتأثر بعدم وجود الايجل. وطبعا دي نقطة تانية، حتة اختفاء او ان كائن حي يكون مش موجود في النظام البيئي، ده طبعا بيأثر جامد جدا على النظام البيئي. ده مش موضوعنا ومش هنقدر ان احنا نتطرق ليه، لان ده موضوع كبير. بس عامة اختفاء اي كائن من النظام البيئي ده بيخل بالنظام البيئي، بيعمل imbalance. فاحنا عامة بنقول because some organism lose their food resource، عشان في organism هتخسر الفود سورس بتاعها. يبقى ده كده شكل الفود ويب. الفود ويب حاجة اكبر بكتير جدا من الفود تشينج، انتركونكتد اوف فود تشينز، حاجة كبيرة جدا جدا جدا. بتوضح الفيدنج ريليشن شيب، وبتوضح فلو اوف انرجي بين الكائنات الحية، تمام كده. ده الدرس بتاعنا، يلا بينا نكتبه. قبل ما نكتبه عايزة اوريكم شكل تاني من اشكال الفود ويب. زي ما احنا عارفين اهو، بصوا كده، ده شكل فود ويب. بصوا كده الفود ويب بادئه بالجراس، الجراس اللي هو العشب. مين بياكل الجراس؟ في عندنا الماوس بياكل الجراس، الجراس هابر، الجراس هابر ده اللي هو الجراد بياكل الجراس، وفي الرابت بياكل الجراس، تمام. الثلاثه دول بتاكل الجراس. في نفس الوقت الفروج بتاكل الجراس هابر، وفي عندنا البيرد برضو بياكل الجراس هابر، وفي عندنا الاول
البومة بتاكل الفروك، والبومة بتاكل الماوس، الفوكس بياكل الرابت وبياكل الماوس، السنيك بياكل الفروج وبياكل البيرد، وهنا الهوك بياكل الفوكس وبياكل السنيك وممكن ياكل الماوس كمان. فاللي هو بصوا شايفين التداخل الشديد بتاع الفود ويب قد ايه هي كبيره وقد ايه هي متفرعه وقد ايه هي بتتكون من فود تشينز كتير مع بعضها. بتمنى يكون المعلومه وصلت لكم كده. انا هنا كتبت لكم الدرس زي ما انتم شايفين، درس صغنن خالص خالص وبسيط. فود ويب از ا موديل ديسكرايبس، بيوصف ايه؟ انرجي فلو وفيدنج انتراكشن بتوين ليفنج اورجانيزم. يبقى الفود ويب بتوصف نقط ونقط، انرجي فلو مسار الانرجي والفيدنج انتراكشن ما بين الكائنات الحيه. فود ويب از انتر كونكتد فود تشينز، يعني عباره عن انتر كونكتد، يعني فود تشينز كتير قوي مترابطه مع بعض. اف ان اورجانيزم disappear، لو في كائن في الايكو سيستم disappear the food web will affect it، هتتأثر ازاي؟ عشان some organism lose their food source. ده سؤال ممكن يجي give reason وهتبقى الإجابة عليه because، عشان هم هيخسروا مصدر الأكل بتاعهم. أنا بتمنى إن أنتوا تكونوا فهمتوا مني كويس قوي الفود تشينز والفود ويب. برضو في الدرس اللي جاي برضو هيبقى برضو مش هيخرج برا المنطقة دي، يعني برضو هيتكلم عليهم برضو تاني عشان يثبتوا معاكم أكتر. بتمنى يكون شرح عجبكم، عجبكم الفيديوهات بتاعتي. لو في أي حاجة واقفة معاكم ابعتولي على الفيسبوك أو سيبوها لي تحت في الديسكريبشن بوكس. اعملوا لايك للفيديوهات وسبسكرايب للقناة بتاعتي، واشوفكم إن شاء الله الفيديو اللي جاي. مع السلامة.